وافد أعداد كبيرة من المتظاهرين في هذه اللحظات التي نتحدث فيها. هناك توافد لأعداد من المتظاهرين إلى ساحة التحرير للمشاهدة في زخم إعادة زخم التظاهرات وإعادة الحياة إلى ساحة التحرير بعد محاولة القوات الأمنية السيطرة على الساحة أو ربما محاولة فض الاعتصامات كما يحدث في بقية المحافظات ومحاولة من قبل قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة لإعادة فتح أغلب الطرق في العاصمة العراقية بغداد. يعني الهدف من الدخول إلى ساحة التحرير هو أفهم أنه لفتح الطرق أم لفض التظاهرات؟ ربما كلا الحالتين. يعني هي الدرجة الأساسية فض الاعتصامات وفض التظاهرات وأيضا كما تقول مديرية المرور العامة أن هنالك خطة من قبل قيادة عمليات بغداد لإعادة افتتاح الطرق، تم إعادة افتتاح طريق محمد القاسم وساحة الطيران وساحة قرطبة، لكن في هذه اللحظات التي نتحدث فيها تم إعادة غلق جسر السنك مرة أخرى بسبب تزايد في أعداد المتظاهرين. كان من المقرر أن يكون هنالك افتتاح لجسر السنك عصر اليوم، لكن ما شهدته الساحة من عمليات تصعيد بين الطرفين أدت إلى إعادة إغلاق الجسر مرة أخرى، والآن المتظاهرون يجوبون الطرق المؤدية ما بين ساحة الخلاني وساحة الوثبة وساحة التحرير. قوات الشغل تتواجد عند ساحة الوثبة تتقدم بين حين وآخر مستخدمة الغازات المسيلة للدموع وأيضا مستخدمة الرصاص الحي في أكثر من مرة، وبين فترات مقاربة يكون هناك استخدام للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ومحاولة إرجاعهم مرة ثانية إلى ساحة التحرير. هنالك ربما حالة من الغضب تسود أجواء المتظاهرين، هنالك مطالب بأن يكون هنالك تسمية لرئيس الوزراء مسرعة، وأن يكون هنالك حماية للمتظاهرين، وأن يكون هنالك حماية لحرية التعبير، وأيضا أن يكون هنالك يعني أن تعرف القوات الأمنية كيف تتعامل مع المتظاهرين. هذا ما أبرز ما يدور بين المتظاهرين من أحاديث جانبية حتى هذه اللحظة. انضم معنا عبر الهاتف من بغداد الزميل أرشد الحاكم، شكرا لك على كل هذه المعلومات.